ازيكم يا اطفال يا حلوين، هقول لكم حدوته من حواديت مامي. كان يا ما كان في قديم الزمان، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كان في ولد اسمه اركان، ومامته قالت له: تعالى يا اركان، تعالى يا حبيبي، عشان الاكل خلاص جهز وعشان تتغدى. قال لا لا، انا ما بدي هذا الاكل، وتعصب كتير. فماما زعلت، قالت له: حاضر يا اركان، وراحت للعصا. قالت لها: يا عصا يا بنت الحلال، تعالي اضربي اركان، لان اركان مش راضي ياكل اكله. قالت لها: انا ماله ومال اركان؟ قالت لها: حاضر. راحت للنار، قالت لها: يا نار يا بنت الحلال، تعالي احرقي لي العصا، عشان العصا مش راضيه تضرب اركان، واركان مش راضي ياكل اكله. قالت لها: انا ماله ومال اركان؟ راحت للميه، قالت لها: يا ميه يا بنت الحلال، تعالي طفي النار، عشان النار مش راضيه تحرق العصا، والعصا مش راضيه تضرب اركان، واركان مش راضي ياكل الاكل طبعا. قالت لها: انا ماله ومال اركان؟ فراحت للبكره، قالت لها: يا بكره بنت الحلال، تعالي اشرب الميه، عشان الميه مش راضيه تطفي النار، والنار مش راضيه تحرق العصا، والعصا مش راضيه تضرب اركان، واركان مش راضي ياكل الاكل طبعا. قالت لها: انا ماله ومال اركان؟ راحت للجزار، قالت له: يا جزار يا ابن الحلال، تعالى اذبح البكره، عشان البكره مش راضيه تشرب الميه، والميه مش راضيه تطفي النار، والنار مش راضيه تحرق العصا، والعصا مش راضيه تضرب اركان، واركان مش راضي ياكل الاكل طبعا. قالت لها: انا ماله ومال اركان؟ فراحت للكلب، قالت له: يا كلب يا ابن الحلال، تعال عض الجزر، لان الجزر مش راضي يذبح البكره، والبكره مش راضيه تشرب الميه، والميه مش راضيه تطفي النار، والنار مش راضيه تحرق العصا، والعصا مش راضيه تضرب اركان، واركان مش راضي ياكل اكل طبعا. قالت لها: حاضر. طلع يجري الكلب ورا الجزر، والجزر طلع يجري ورا البكره، والبكره طلعت تجري ورا الميه، والميه طلعت تجري ورا النار، والنار طلعت تجري ورا العصا، والعصا طلعت تجري ورا اركان، واركان طلع يجري ورا اكله كله. وخلصوا. ماما فرحت كتير، قالت له: يا اركان يا بطل، لازم أن تكون قوي عشان تكون شجاع، وكمان بالاكل الصحي بيديلك قوه في العقل السليم في الجسم السليم، فلازم نكون متغذيين كويس واكلين الاكل كله، وما نعصبش ماما ابدا ابدا ابدا، ونقول لها: حاضر، ونام، عشان دايما تكون بطل. فيا اطفال يا حلوين، لازم ناكل اكلنا كله، ونسمع كلام ماما، وكمان نخلص الاكل كله عشان نكون اقوياء وشجعان، وناكل خضار كتير، وكمان نشرب حليب، عشان الحليب بيعطينا قوه، وغير كده كمان نكون اذكياء في المدرسه، وكمان ناكل الاكل النظيف. وانا بحبكم كتير، ما تزعلوش تاني ماما، وتسمعوا كلام. ما تنسوش يا اطفال يا حلوين، تضغطوا تحت على زر الجرس عشان يوصلكم كل الحواديت الجديده، وما تنسوش تعملوا اعجاب عشان اعمل لكم حواديت حلوه وجميله، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان تكونوا من عائلتنا، وما تنسوش كمان تكتبوا اسمكم تحت في التعليقات عشان تكونوا بطل من ابطال حواديتنا في المرات اللي جايه. حان الوقت اقول لكم يلا تصبحوا على خير.